السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في هاي الدورة. هاي الدورة راح تنزل كاملة مجانية على اليوتيوب، راح أغطي فيها لعبة سب والسيرف كاملة. الفيديو اللي شفتوه أنتم في البداية الآن راح نطبقه ونسوي دورة كاملة عن هاي اللعبة. ممتاز. الآن قبل ما أنت تبدأ، إذا أنت أول مرة تستخدم برنامج Unreal Engine، ممكن أنت تنزل برنامج Unreal Engine. في أنا مجموعة فيديوهات حاطها على اليوتيوب، راح تلاقي هذه الفيديوهات في الديسكريبشن. اسم الفيديو تحميل برنامج Unreal Engine 5، بتحمل البرنامج هذا. وبعدين عندك كمان شرح نوافة البرنامج، هذا الفيديو بتشرح لك كيف تستخدم برنامج Unreal Engine، وآخر إشي بنشرح الفيو بورد نافذة اللعبة. هذول الثلاث فيديوهات مهمين لأي شخص بيجرب لأول مرة برنامج Unreal Engine 5. ممتاز. طيب الآن كمان عنا بدنا نسوي مشروع جديد. أنا راح أستخدم فيرجن نسخة 5.0. لو فتحنا الإبيك جيمز بعدين دخلنا على اللايبرري، راح أستخدم أنا 5.0.3. ليش؟ أنا راح ما راح أستخدم 5.1. أنت ممكن تستخدمه، لكن الماتيريال اللي حنحملها، هاي مجموعة ماتيريال حنحملها، متوافقة مع برنامج مع نسخة 5.0. ممتاز. خلينا اول اشي نشغل 5.0. بدنا نسوي لنا مشروع جديد للعبة اللي حنصممها الان. ممتاز. خلينا نستنى شوي على ما يشتغل هاد. تمام. اوكي. الان نيجي نضغط على games. نختار third person. بنختار blueprint. رح نسوي اللعبة على blueprint. بدنا desktop. maximum. starter كنا تخليها صح، ممكن نحتاجها. بدك تسمي اللعبة تبعيتك، خلينا نسميها سوفت تيست مثلا، وبعدين نضغط على create. ممتاز، راح يسوي لنا الان ملفات اللعبة تبعيتنا. طب نضغط مرة ثانية على epic games. بدنا نجيب كمان شوية ملفات. بفتح هسه اللعبة، ثواني بنفوت على الماركت بليس. اوكي قاعد بحمل، فتح لنا اللعبة. طيب انا هذا كله العالم ما بديش اياه، بدي امسح كل هاي الملفات، لكن خليها في اللحظه في هاي اللحظات. الان نفوت على الماركت بليس، بدي انزل اوتوماتيف بريدج سين. دخلت على الماركت بليس هون، خليه يفتح. طيب نيجي نسوي لصق الاسم هون، اوتوماتيف بريدج سين. انا بدي هذا الجسر اسوي عليه اللعبه تبعيتنا. ممتاز. طيب خلينا نصغر، نضغط add to project. الان انت ممكن هذا ما راح يكون موجود عندك، ولاحظ انه هذا النسخه للفيرجن الخامسه 5.1 لسه ما بيشتغل عليها، مهم جدا تنتبه على هذا الموضوع. طيب بدنا بتضغط انت بتضيف اللي عندك، بتسويها بتحاول تحملها، بعدين تضغط add to project. بندور على SST اللي هي subsurface test add to project. الان لاحظ هو بضيف الملفات على المشروع تبعنا. لو انا اجيت وفتحتها من هون وجيت كنترول سبيس، ضغط انا على الكيبورد كنترول سبيس عشان اظهر هاي، لاحظ اجى الملف عندي هون. ممتاز. خليني ارجع انزل هاي. بدي انزل كمان ملف اخر اللي هو ملفات الباراجون، واحده من اجمل الملفات الموجوده. بدي انزل هاي الشخصيه، بضغط هذا اسمه باراجون رايث. بدي انزل هاي الشخصيه add to project. كمان بدي اضيفها على المشروع تبعنا. لاحظوا الان احنا بنجمع ملفات اللي حنضيفها على المشروع تبعنا. بعد هيك هذول الملفين حننزلهم في فيديو ثاني، لكن الان بدنا نستخدم بس هذول الملفين الرئيسيين. ممتاز. طيب خليني افتح Unreal Engine. الان لاحظ صار عندي ملف الاول والباراجون رايث من هذول الملفين، الشخصيه والعالم. طب خلينا نفوت على العالم. بدي افوت على المابس، بدي اخذ نظره على العالم اللي انا حملته الان. بضغط على bridge underscore b. خلينا نتفرج على العالم تبع هاي اللي نزلناها. في هون ايرور صغير، مش مشكلة. لاحظ هذا العالم اللي احنا الان بدنا نلعب جواته. طبعا انا ما راح اخذ كل العالم، راح اخذ بس الجسر المستقيم. خلينا اسرع الكاميرا شوي. ممتاز. لاحظ في عندي كمان كيرف، في عندي جسر قاعد بلف، بس انا ما بديش الجسر اللي بلف، بدي بس الجسر المستقيم، القطعة المستقيمة. وين موجودة؟ موجودة في البلو برينت. لاحظ عندي انا هون بلو برينت ستريت، وهنا عندي blueprint curved المعوج والمستقيم. ممتاز. خلينا نرجع الان مره ثانيه على map. هون third person maps third person map. نرجع العالم تبعنا. طيب بدي اجي كمان ارجع افتح ملف blueprint automotive bridge scene blueprint. بدي اخذ نسخه عن هذا الجسر، right click duplicate. بدي اخذ نسخه عنه. طيب بدنا نسميه نفس الاسم بس نضيف عليه third person map. ممتاز. بضغط دبل كليك. الان صار عندي نسخه عن الجسر المستقيم. بدي انا امسح
كل إشي تحت الشارع. أنا ما هذا اللي تحت ما بدي شيء يكون موجود، فبضغط أنا هون لاحظ بحدد لي هاي الأشياء. طيب الآن بدي أجي أنا بدي أسكر هاي هون وأسكر هاي، أسكر سايد ووك بريدج أبر، بدي اللور أنا لوكينج اللور. اللور هاد كل إشي تحت موجود فيه، فبدي أمسح كل إشي تحت الجسر. طيب ننزل لتحت، بدي ضغط أنا الآن بدي أضغط شيفت، ضغط على أول واحدة وبدي أنزل 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 أيوة لهون شيفت واضغط. لاحظ حدد لي كل إشي تحت الجسر، وراح أضغط ديليت على الكيبورد. الآن مسح لي كل إشي وصار عندي الشارع فقط. ممتاز جدا جدا جدا. طيب سيف، بدي أجي هون بدي أمسك هذا الجسر وبدي أحطه هون. طيب إثبت، ممتاز حطينا. الآن بدي أمسح كل إشي تاني، بدي أمسح هدول الكيوبس، بدي أمسح هدول أوكي، بدي أمسح كل إشي موجود في العالم، بدي أنظف العالم أوكي، بدي أمسح هاي ممتاز جدا، وهدول ما بديش إياهم، بدي أمسح كمان الصناديق هاي أوكي، وبدي أمسح هاي، بدي أمسح الثيرد بيرسون تمبلت الكلمة هاي، أو ممكن نخليها نكتب عليها بعدين، خلينا نشوف بعدين نشوف في الموضوع. طيب الآن الشخصية تبعيتي أنا بلاير ستارت موجودة هون، لو شغلت اللعبة لاحظ راح يوقع من منها. طب ليش وقع منها؟ لأنه الأرضية الموجودة ما في عليها كوليجن. طب أنا إيش بقدر أسوي؟ بقدر أجي أفتح الملف نفسه هاد وأجي هون وأضيف بوكس كوليجن، بضغط على أد هون بكتب بوكس كوليجن، ممتاز صار عندي بوكس الآن هون. بدي أنا أخلي هذا البوكس بدي أكبر حجمه، بضغط على هاي هون أوكي ممتاز، وبدي كمان أجي من هاي الجهة أطلع من فوق وأكبر حجمه بهذا الشكل، ممتاز. طيب الآن صار عندي أرضية، لكن الأرضية هاي لسه ما بنسوي معها، إحنا ما بنتفاعل معها، فبنزل بعد وأنا ضاغط لسه على البوكس هون، بنزل لتحت باجي على الكوليجن هون بحكي له بلوك اول، تمام خلينا نستنى ثواني، بضغط كومبايل سيف بيرفكت، بسوي تشغيل الشخصيه في الهواء، الجسر القطعه اللي حطيناها موجوده لكنها في الهواء، خلينا ننزلها شوي لتحت تمام، نضغط على هاي هون او دبليو على الكيبورد، ننزلها هيك، خلينا نشوف نزلناها 20 درجة، نسوي ستارت، بدنا كمان درجة لساتها كمان شوي، بدنا كومبايل نشوف الآن، ممتاز جدا 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 الشخصية تبعيتنا صارت موجودة في العالم، بيرفكت. طيب الآن سوينا الشارع تبعنا، طيب بدنا نحط كمان الآن الشخصية تبعيتنا اللي نزلناها، جبنا احنا الثيرد وينها الباراجون اوكي، في عندنا الشخصيه اللي هون الهيرو راث انيميشن مش سكن، طيب خلينا شوي هاي الانيميشن تبعيتها، خلينا الان رح نضيف هاي الشخصيه. كيف بنضيفها؟ قبل ما نسوي اي شيء بدنا نشوف الشخصيه، عفوا الكاميرا سريعه، خف شوي سرعه الكاميرا لاربعه، ممتاز. بدنا نشوف الشخصيه هاي اللي بتسوي ستارت هون، مين هي؟ موجودة هاي الشخصية في الثيرد بيرسون، ملف الثيرد بيرسون، نجي على بلو برينتس هون نفتح الشخصية تبعيتنا. نشوف شكلها، هاي هي الشخصية تبعيتنا، طيب، خلينا نيجي احنا الآن نضغط على، نضغط على المش، ونختار الشخصية، لاحظ احنا عندنا مجموعة مشز، من نختار الراث، في عندنا كذا شخصية منهم هذول، نختار هاي. لاحظ الآن صارت الشخصية موجودة، بس لو أنا سويت كومبايل وسيف لسه ما في أنيميشن، ما في ولا إشي، لكن بقدر أحركها، لاحظ كيف تتحرك، ممتاز. طب أنا بدي أركب لها شوية أنيميشن، باجي عليها كمان مرة تانية هون، قطع المش، وباجي على أول إشي نختار اسمه هو نكتب باراجون ولا شو اسمه هو؟ دقيقة بس نشوف اسمه دبليو أي آر ايش اسمه الانيميش تبعيته، نشوف يعني انيميشن ليلو احنا وينها
بدناش من الاسيت، بدناش الاسيت، بدنا البلو برينت. بيرفكت. لا 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 انا مش لاقي الانيميشن تبعه. هيها اخر واحده تحت مش مبينه. ممتاز، نختار هاي. لاحظ الان بدا يتحرك، مع اني كتبت اسمه بس ما كانش يبين معي. طيب كومبايل سيف. الان لو شغلت اللعبه لاحظ بيرفكت. طيب الان لاحظ انا بقدر احركه ونطفيه واعمل كل الحركات تبعتنا. هيك بكون احنا سوينا العالم وركبنا الشخصيه في العالم تبعنا. لكن احنا طبعا رح نسوي كثير تغييرات، في عندنا كثير بلو برنت موجود الان هون ورح نعدل عليه. ممتاز جدا جدا جدا. طيب هذا الدرس بكون هيك خلص، صار عندنا العالم تبعنا، ركبنا الشخصيه وحطينا الانيميشن تبعها. طبعا احنا مش رح نشرح انيميشن لما نسيب شخصيه كامله جديده، رح نستخدم شخصيات الباراجون ورح نستخدم المواد المتوفره على الماركت بليس لبرنامج اريال انجن. ممتاز، بنكون خلصنا الدرس الاول وبنبدا نكمل في الدرس اللي بعد هيك. يلا يعطيكم العافيه، في امان الله، مع السلامه.